دعوة حول الموضوع. تنضم لنا عبر الهاتف من القاهرة المستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل. سيدة صفاء، يعني نعلم في أنه في حالات الحروب، حالات النزاع، المدنيون هم من يدفعون الثمن بشكل كبير من حيث عدد الضحايا، ومن ضمنهم طبعا المعرضون للعنف الجنسي، وهن في أغلب الأحيان النساء والفتيات. هل من قانون يجرم ذلك، يعاقب من قاموا بهذا العنف الجنسي خلال فترات النزاع؟ برحب بك الأول وبالمشاهدين، وعاوزة أضيف أنه أوقات الحروب وأوقات الأزمات عموما هي المرأة هي اللي بتبقى المرأة هي اللي بتتحمل معظم النتائج ومعظم نتائج الحروب ومعظم آثار الحروب وآثار الأزمات المختلفة، لأن المرأة سواء كانت أم أو زوجة أو حتى ابنة صغيرة، فالأم تفقد ابنها أو زوجها أو تفقد أولادها، الزوجة تفقد زوجها وعائلها وأبو أولادها، فالمرأة عموما هي التي بتتحمل آثار أي حروب وأي أزمات في البلاد. فكل المنظمات الأهلية اللي بتشتغل في المجال ده، ومنهم المنظمة اللي أنا بشرف برئاستها، نعم، وكافة المجالس القومية والحكومية والغير حكومية، بتعمل على جبر هذه الآثار بأي طريقة، سواء عن طريق، يعني أنا أقصد هنا قانون، يعني قانونيا أو كذا، هل تعتبر يعني من ضمن الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها، ربما عقوبات دولية حتى؟ يعني نعلم بأنه جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، يعني في ملفها هناك العديد من الأشكال، هل العنف طبعا الجنسي خلال ذلك هو أيضا من ضمنها، وكيف تتم المعاقبة عادة إذا لديك معلومات؟ الحقيقة كل جرائم الحروب هي معاقب عليها دوليا في المحكمة الدولية، وكافة الجهات من حقها اللجوء للمحاكم الدولية لمعاقبة من تسبب في أي جرائم للحرب، وخصوصا أن جرائم الحرب طبعا زي ما الكل عارف أن جرائم الحرب معاقب عليها دوليا، لكن داخل الدول كعقوبة داخلية في القوانين الداخلية لا يوجد هناك عقوبة لجرائم الحرب، إلا أن الجرائم اللي بترتكب في حق النساء سواء كانت بانتهاكها شخصيا أو بفقد أحد من يعولها، زوجها أو أبوها أو خلافه، كل هذه الجرائم التي ترتكب داخليا في الدول لا يوجد قانون طيب أستاذة صفاء، نقطة مهمة أخيرة نظرا لضيق الوقت، وهو موضوع إعادة تأهيل هؤلاء الضحايا، النساء الفتيات، لأي تعرضن للعنف الجسدي، وكل من تعرض حتى غيرهن في أوقات النزاع، كيف يمكن إعادة تأهيلهن وخرطهن من جديد وإخراطهن في المجتمع؟ بالضبط، الحقيقة ده دور مهم قوي للمنظمات المجتمع المدني، لأن ده دورها الأساسي اللي بتقوم بيه، وهو إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المعتدى عليهم أو الذين تعرضوا لأي انتهاك أو أضرار أثناء الحروب، لأن إعادة تأهيلهم دي مهمة فعلا المجتمع المدني. طبعا هي مهمة الحكومات في الأول وفي الآخر، لكن المجتمع المدني كشريك للحكومات وأخيرا بقى ليه دور في معظم الدول تقريبا، بيقوم بالتأهيل، بيقوم بإعادة تأهيلهم نفسيا وماديا لإعادة إدماجهم في المجتمع والاستفادة منهم والعودة بالاستفادة دي على الدولة داخليا، لأن ده بيفيد الدولة أولا وأخيرا. نعم، شكرا لك سيدة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة.